لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم. الحمد لله. أولا بعتذر لكم على التأخير، ثانيا بعتذر لكم عن الصوت، لسه أول محاضرة كده، ومش هتطول برضه عشان ما أتأخرش، يعني هتأخرنا جدا للأسف. أعرفكم بنفسي الأول، معاكم مستر سيد السام، مدرس حاسب آلي. طبعا هنشتغل مع بعض المنهج بتاع سنة تالتة إعدادي. جزاكم الله خير. أهلا وسهلا يا يحيى. طبعا سعيد جدا بكل الموجودين سواء طلبة أو مشرفين، وأتمنى الطلبة تستفيدوا بقدر المستطاع. طيب مبدئيا معلش هنتفق ان احنا كل اللي داخل بعد كده باسم جاست دون يبقى يكتب اسمه عشان لما احب نكلم الناس، ماشي كده؟ مش مشكلة المرة دي، بس كده اللي يخش وهو بيفتح الصفحة بيظهر له مكان يتحط له فيه اسم فيبتدي يدخل اسمه. طيب نعمل كده تنشيط شوية للناس اللي معانا. طبعا احنا المدارس بقالها فترة داخلة، فعايزين كده نعرف الشباب. هنتكلم عن ده كله دلوقتي، بس يا ريت معلش يا جماعه نكبر الخط شويه. هو لون الدعم الفني اللون الاسود بتاع الشاشه ده ما يتغيرش مره تانية، مش مشكله يتغير دلوقتي، ماشي؟ يا ريت يا جماعه علشان الكلام مش واضح شويه. طيب الناس طبعا اكيد دلوقتي عندها خلفيه شويه عن المنهج، يعني السنه بادئه بقالها فتره. احنا بس الاول كده هنبتدي نعرف احنا السنه دي هناخد ايه او هنشتغل على ايه. طبعا السنه دي منهجك الاول انا تعرف ان هو منهج مختلف. المنهج مختلف، في شغل غير منهج السنين اللي فاتت، غير انك بتضبط المجموعة، فعايز شوية اهتمام. 10 درجات صحيح، بس احنا دلوقتي ناس وعايزين كل درجة. فالمنهج السنة دي بيتكلم عن البرمجة، ازاي تقدر تعمل برنامج زي ايه. طبعا مش هنقول برنامج كبير، بس هيديك الاساسيات اللي بيها لو كملت بعد كده تقدر بنفسك تعمل برنامج كامل. هنستخدم في المنهج بتاعنا حاجة اسمها Visual Basic .NET. طبعا المنهج فيرجن 2008، يعني هنشتغل على الاصدار 2008. هحط لك انا لينكات لكل حاجه انت محتاجها، او هنحطها على الايفنت بتاع الكورس. كل حاجه هتحتاجها بالورق اللي هتشوفه كمان شويه، ربنا يسهل بس ويتعمل له ابلود. هيترفع على الايفنت، او نكون هنعرف نرفعه على الغرفه هنا نرفعه. هينفع بالنسبه لكم يا جماعه اللي هجيب؟ بصوا اي فيرجن بالنسبه لكم مفيش مشكله، 2005 2007 2005 2008 2010 الف... لا 2012 مش هينفع معاكم، هيبقى في اختلاف شويه، بس عندك 5 8 10 تقريبا بالنسبه لك انت كله هيبقى واحد، تمام؟ ده اللي ما عندوش اي فيرجن هنزل لكم برامج، هنزل لكم لينكات فيها البرامج بمساحات صغيره بحيث تعرف تحملها، ومتجزئه بحيث انك تنزل جزء جزء عشان نعرف الناس النت عندها. انا في الغالب بستخدم 2010، بس هسطب لكم 2008، او انا تقريبا سطبته فعليا، يعني كنت مسطبه، انا مسطبه تقريبا، انا مسطب 2008. هنشتغل على المنهج بتاعنا شغال عليه. عامة لسه بدري شوية على نخش على الفيجوال بيزك. خلونا ندردش مع بعض كده في أول درس عندنا في المنهج. أقل فيجوال بيزك تقدر تشتغل عليه هو 2005، لأن قبل كده ما كانش فيه دوت نت، يعني او الاصدارات اللي قبل كده فيها اختلافات شويه عن اللي احنا بناخده. لازم تسال في الجزئيه اللي احنا فيها عشان ما نشتتش صعب، ماشي كده؟ علشان انت ممكن تكون متابع، ممكن الجزئيه تكون دي اول حصه ليه او محاضره ليه،
فعايزين ايه ما نشككش نفسنا، يبقى اللي عايز يسال في حاجه فاتت يسال عليها في يوم في اول محاضره ويوم في اخر المحاضره. هبدا وقت الاسئله. ما تسبقش الاحداث، الناس اللي خدت شغل في المدرسه ما تسبقش الناس، علشان انت خدت في ورق ما خدش، او في ورق مش المعلومه ما وصلتوش كامله، فعايز يفهم. خلاص كده؟ لا حقنيت بقى، كبر الخط. انت بتشتغل على ويندو كام؟ اللي هو انا مش فاتح حاجه، يعني انا مش انا كنت بحمل حاجه ما فاتحش، ده كان بي دي اف مش وورد، ده كان بي دي اف وانا ببعته صور دلوقتي لدروسك اونلاين على الفيس، وهو بقى يرفعه لان انا مش هو مش هيقدر يرفع من عندي. زي ما قلت لك احنا هنتعلم ازاي نعمل برامج. برامج زي ايه؟ احنا طبعا السكرين شير مش هيشتغل، على كنت هوريك شويه امثله بس مرفوعه وهوريها لك المره اللي جايه، اكون بس عملت سطبت الابلكيشن بتاع الغرفه. ازاي ابتدي اعمل برنامج؟ او لو حبيت اعمل برنامج ايه الخطوات اللي ممكن امشي عليها عشان اعمل برنامج؟ وهي في الحقيقه احنا مش هنقول خطوات عمل برنامج، هي خطوات للوصول لاي هدف انا عايز اوصل له. يعني انت كطالب في اعدادي هدفك ايه؟ هدفك تنجح وتجيب مجموع. علشان تنجح وتجيب مجموع بتعمل شويه حاجات، تيجي تذاكر، تعمل جدول للمذاكره علشان وقتك ما يضيعش، بتلتزم بالجدول ده، بتيجي قبل الامتحانات بتعمل مراجعه، بتحل اسئله، وفي الاخر بتخش الامتحان تعمل استرجاع للمعلومات اللي انت خدتها، او تفتكر الحاجات اللي انت ذاكرتها وبتكتبها في الاسئله طبقا للاسئله اللي جايه لك، في الاجابه بتاعت الاسئله اللي جايه لك، وان شاء الله ربنا بيكرمك وفي الاخر بتنجح وبتجيب المجموع اللي انت عايزه. احنا لو قلنا خطوات، خطوات حل المشكلة. ايه هي المشكلة؟ المشكلة نقولها بقى بعد كده، لما بقول حاجة عايز اعملها، تمام؟ المشكلة دي حاجة عايز اعملها، في جيم شفت عند واحد صاحبي عايز اجيب العاب انا كمان. لحظة بعت لك صور، هم اربعه هم اربعه وخمس صور. انا عندي جيم شفتها عند واحد صاحبي عايز اعملها وعايز اجيبها والعبها. واحد تاني شاف صاحبه جاب تيشيرت كويس فعايز يجيب نفس التيشيرت، فعايز يعرف صاحبه جاب منين، وهبتدي يركب مواصلات ويروح ويقيس. المهم المشكله حاجه عايز اعملها. خلاص كده؟ طيب يبقى المشكلة تعريفا هدف أو ناتج مطلوب الوصول إليه. حل المشكلة دي إن أنا أوصل للهدف أو الناتج ده. تاني المشكلة هدف أو ناتج مطلوب الوصول إليه، زي ما قلنا عايز أعملها هي بالنسبة لي مشكلة. بس هنحط كده حتة عليها من عندنا إن أنا ما بعرفش أعملها أصلا. تمام؟ لأن أنا لو بعرف أعملها هي بالنسبة لي خلاص مش مشكلة أساسا. تمام يا احمد انت قول يا لسه. طب ممكن تستنى معايا لاخر المحاضره، هبعت لك لينك دلوقتي. ده الخاص بتاعي يا جماعه، لو حد عايز يتواصل معايا ده الخاص بتاعي. تمام؟ يبقى المشكلة هدف أو ناتج مطلوب الوصول إليه، حل المشكلة إن أنا وصلت للناتج ده. وزي ما قلت لكم مع بعض كده هنعتبر إن إحنا المشكلة حاجة أنا مش عايز أوصل لها، حاجة
بعرفش اعملها اساسا. كده سميتها مشكله. نفس القصه عندي في البرامج خلاص، فبسميه مشكله. طب ايه الخطوات اللي بعملها عشان احل اي مشكله في الدنيا؟ الخطوات دي مش خاصه بالكمبيوتر، ملهاش اي علاقه بمجال الكمبيوتر. الخطوات دي خطوات علميه عشان توصل لحل اي مشكله في حياتك. اول خطوه من حد المشكله، اول خطوه عندنا تعريف المشكله وخطواتها. دول جبت مثلث زي ده، ده مثلث قائم الزاوية، تمام. ده كده مثلث قائم الزاوية. المثلث ده طبعا احنا كلنا خدنا، لو انا عايز اجيب، طب كويس حاجة مستوفى اهي. لو انا عايز اجيب طول الوتر، فانا قلت لك اول خطوة ايه؟ احدد المشكلة او تعريف المشكلة، اي كلمة منهم مش تنفع. تعريف تمام كده، يبقى المطلوب في المشكله دي ايه؟ الوتر. بس في تعريف المشكله انا ما بجيبش ايه المطلوب بس، لا انا بمسك المشكله من الف او من اي تو زد زي ما بيقولوا، حللها الاول. قلت المطلوب مين؟ الوتر. طب عشان اجيب طول الوتر ده محتاج ايه؟ يبقى في تعريف المشكله بجيب انا عايز ايه؟ ايه اللي انا عايزه في الاخر؟ واعمله ازاي؟ فهقول المطلوب هنا، هقول هنا المعطيات، لازم يكون عندي معطيات الدلائل. يبقى تاني، يبقى انا قلت في تعريف المشكلة انا عايز طول الوتر. طب هجيب طول الوتر ازاي؟ يكون عندك معطيات طول الدلائل، والا من غير طول الدلائل دول مش هتعرف تجيب طول الوتر. خلاص كده عرفنا المشكلة؟ لا لسه. انت عرفت طول الدلائل، يلا بقى نقف قصاد المثلث كده وقول لي يلا هات لي طول الوتر. لازم كمان تعرف القانون اللي هو في دوت، يبقى تاني تمام. هستخدمها دلوقتي. هما عندي ميف. طب كويس والله الحمد لله ماشي. يبقى أول حاجة عندي المطلوب، والمطلوب ده لازم يكون عندي معطيات عشان أوصل له، والمعطيات دي لازم لها قانون تستخدمه علشان توصل بإيه؟ للمطلوب. زي في مثال لذيذ كده كاتبه في كتاب المدرسة، بيقول لي لو أنت عايز تعمل كيكة، لو أنت عايز تعمل كيكة في البيت، هي دي مشكلتي، عايز أعمل كيكة. يبقى أنا في تعريف المشكلة بتاعت الكيكة دي هعمل إيه؟ أول حاجة خلاص أنا عارف المطلوب بتاعي أعمل كيكة. طب عشان تعمل كيكة بتحتاج إيه؟ تحتاج دقيق، تحتاج سمنة، وتحتاج دقيق وسمنة وسكر وشوكولاتة وزبادي. تمام؟ يبقى كده عرفت أنا محتاج إيه؟ إيه الناتج اللي أنا عايزه؟ الكيكة. طب الكيكة دي محتاج إيه عشان تعمل دقيق وسمنة وزيت؟ هستعمل لوحدها؟ لا، لازم تجيب بقى إيه؟ المقادير أو بنسميها احنا الطريقه اللي تعمل بيها، لان كل الكيكات تقريبا بتتكون من دقيق وسمنه ومش عارف ايه، بس كل واحده ليها طريقه في العمليه. الحبه دول على بعضهم بيتسموا تعريف المشكله.
رغم المشكله ابتدي كده في ورقه اتنقل التانيه. يبقى الخطوه رقم 2 كتابه خطوات الحل. ونقول ايه كتابه خطوات الحل؟ يعني بكتبها في ورقه. تمام؟ نرجع لمثال الكيكه تاني عشان المثال ده حلو واحنا كلنا جعانين دلوقتي عايزين ناكل. انا عرفت ان الكيكه دي كانت بتقول سمنه. وانت فاتح اليوتيوب اتفرجت على طريقه عمل الكيكه. وانا جاي اعملها نسيت خطوتين ثلاثه خمسه. هتطلع نفس الكيكه اللي انا كنت عايزها؟ مش هتطلع نفس الكيكه. فبعمل ايه بقى؟ اخليه ناصح. وانا بتفرج على اليوتيوب اكتب وارشيه في الخطوات. بحيث وانا بعملها ارجع الخطوات دي تاني. اقرا من الورقه وابتدي اعمل ايه؟ الخطوات دي. يبقى اكتب خطوات الحل مقصود بيها ان انا بكتب خطوات الحل اللي توصلني في الاخر للكفايه. او اللي توصلني للاخر لحل ايه؟ المشكله. ماشي كده؟ تمام. انا عايز بقيه الناس بقى تصحى كده معايا. نورة وحسن وابراهيم واحمد وآية وسحر ومعاذ ويحيى. يحيى معايا صاحي. ومحمد بس مش عارف محمد ايه. ومحمد هريجي وجاست وجاست وكرم. كرم ده بيعمل فني خلاص. وبنت رانيا واحمد. الناس كده ايه تصحى معايا عشان ايه شويه هبتدي اسال. طيب يبقى تاني خطوه كتابه خطوات الايه؟ الحل. بنسميها الخوارزميه. كتابه خطوات الحل الخوارزميه ودي منسوبه لعالم الرياضيات محمد الدينوس الخوارزمي. معلومه ليك، الكمبيوتر كعلم بينز مبني كله على حاجه اسمها الجبر البوليني، مبني على علم الجبر. تمام كده؟ محمد الدينوس الخوارزمي هو مؤسس علم الجبر. طيب بعد ما كتبت خطوات الحل هنفذ بقى. اجيب الصينيه واجيب المضرب بتاع الدقيق واجيب الحاجات بقى. البنات عارفه الكلام ده. واجيب بقى الحله وابتدي اضرب الحاجات دي كده مع بعضها واحطهم في الصينيه وبعد كده احط ايه؟ في الفرن. الخطوه دي عندنا بنسميها تصميم البرنامج. الخطوه دي عندنا بنسميها تصميم ايه؟ البرنامج. خليك معايا دقيقه كده هجيب لك مثال بسرعه تشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب لك مثال كده هاخد صورة منه اخليك تشوف. لسه في الثالثة ما رحناش على الرابعة. أنا لحظة هبعت على الدعم الفني لحظة وأقوم هفعلكم على طول. لان الشير لسه انا مش عارف الشير ايه ظروفه. معلش دروسك اونلاين بقى يرفعينا الصوره دي كمان. طيب على ما تشوف الصوره يبقى احنا الخطوه الثالثه اللي هي ايه؟ تصميم البرنامج. انا هعمل شكل البرنامج. انا بعمل برنامج عشان الناس تستخدمه. تمام؟ الناس عشان تستخدم البرنامج ده لازم لها شكل زي كده بالظبط لما انت بتستخدم الفيسبوك. تمام؟ مش اللي صمم الفيسبوك دون عمل لك مكان تدخل فيه اليوزر نيم، مكان تدخل فيه الباسورد، وبعد كده لما تفتح عمل لك مكان تدخل منه البوست بتاعك، ومكان ترفع صوره، تعمل منه تعليق، ومكان تكتب منه رسائل، ده تصميم من البرنامج. طبعا التصميم ده بيبقى راجع للذوق للشخص، يعني حسب ما الشخص بيعرف يعني كل واحد له ذوق في التصميم. يبقى الخطوه الثالثه التصميم. بفتح الكمبيوتر بتاعي وابتدي اصمم شكل البرنامج.
مع التصميم بعمل حاجه اسمها الكود، ودي هناخدها الخاصه في الترم الثاني مش مشكلتنا دلوقتي. تمام كده؟ مع التصميم بعمل الكود اللي في الفصل في الترم الثاني. ومع كتابه خطوات الحل اللي هي الخطوه رقم 2 برسم خريطه. هنعرفها كمان شويه. طب بعد ما صممت البرنامج بخش على الخطوه رقم 4 اختبار صحه البرنامج. ايه اختبار صحه البرنامج دي؟ انا رحت عملت برنامج يحل لي المساله بتاعه كنترول الوتر دي، جيت اختبره لقيته بيطلع لي مساحه المسافيه حاجه ثانيه خالص. هل الكلام ده ينفع؟ جاي اعمل كيكه بالشوكولاته بدل ما احط قطعه حطيت ملح. فلما بنقدمها في البيت بقى وافرض على راتي واقول انا عملت لكم كيكه النهارده، ايه؟ خليني ناصح ادور حته كده الاول، لقيتها حلوه احطها لهم في البيت، لقيتها وحشه ارميها واروح اشتري واحده من بره واقول لهم ده اللي عاملها. تمام كده؟ يبقى ما فيش حاجه تروح للناس لما اكون مجربها ايه؟ الاول. الصوره وصلت للدعم الفني؟ في صوره انا بعتها لدوسك اونلاين يا ريت ترفعها عنا معلش. يبقى الخطوه رقم 4 ان انا بعمل اختبار لصحه البرنامج بتاعي. طب بعمل اختبار ازاي يا جماعه؟ لو انا مثلا عندي بعمل مساله او بعمل برنامج يجيب لي مساحه مستطيل، فكلنا عارفين ان مساحه المستطيل بتساوي طول في العرض. اما ماسك البرنامج بتاعي اجربه ازاي؟ اديله طول الضلعين مثلا 5 و6، لو اداني ناتج 30 يبقى برنامجي ماشي مظبوط، ما ادانيش 30 يبقى اذا في ايه؟ مشكله. يبقى بختبر صحه البرنامج عن طريق قيم معلومه النواتج. زي ما قلت لك من شويه انا عارف ان 5 في 6 ب 30، يبقى دي قيم وانا كمان عارف الناتج بتاعها. فلو الكمبيوتر اداني نفس الناتج بتاعي اللي انا عارفه يبقى البرنامج صح، اداني ناتج مختلف يبقى كده دي غلط. الخطوه اللي بعدها بنسميها توثيق البرنامج. توثيق البرنامج. ايه توثيق البرنامج دون؟ انا اقول مثلا بالبلدي كده بروح اجيب نوته او بجيب اجنده وبكتب كل حاجه انا عملتها في البرنامج من اول ما ابتديت افكر في البرنامج لحد ما خلصت. زي ايه مثلا؟ بكتب تعريف المشكله بتاعي بس الاسلوب حلو بقى، وبكتب الخطوات، وبرسم الخريطه تاني، هنعرف عليها خريطه كمان شويه، وبشرحها، بشرح كل حاجه في الخريطه. وبقوم راسم التصميم بتاعي، مثلا عملت البرنامج بتاعي بالشكل ده اهو، عملت البرنامج كده اهو، ادي علامه الاكس اللي بتقفل البرنامج، وادي المربع اللي بيكبر البرنامج، وادي الشرطه اللي بتعمل مينيمايز، وهنا هتدخل لي طول الضلع الاولاني، وهنا هتدخل لي طول الضلع الثاني. بقوم راسم التصميم بتاعي بقول دي بتعمل كذا ودي بتعمل كذا، ولو فينا زرار هيعمل كذا، والزوار ده بيعمل كذا، والزوار ده بيعمل كذا. التوثيق بكتب كل كبيره وصغيره في البرنامج. طب ايه ليه التوثيق او ايه اهميه التوثيق ده؟ اول حاجه تخيل كده انت بتعمل برنامج لواحد صاحبك، مش واحد صاحبك، بتعمل برنامج لشركه، بتعمل برنامج لسوبر ماركت، لصيدليه، اي برنامج بتجيبه. وعدى عليه 5 سنين انا رايح الصيدليه دي، قمت شفت واحد، شفت صيدليه دي مشغلها، قلت له انت مين اللي عامل لك البرنامج الحلو ده؟ هيقول لي فلان. طب اديني رقم تليفوني هتصل بيك، انا عايز البرنامج اللي كنت عامله للصيدليه مثلا الاخلاص. طبعا لو انت مش كاتب توثيق هتعمل ايه؟ هتضطر ترجع تفكر في البرنامج من اول وجديد. انما لو انت عامل التوثيق هتعمل ايه؟ هتقوم فاتح التوثيق بتاعك وتنقل وخلصت. تمام كده؟ يبقى اهميه التوثيق ان انا برجع للبرنامج بتاعي لو عايز اعمله من اول وجديد، او لو عايز احدث في حاجه وحبيت احدثه الاقي اللي انا عامله كله ابتدي ازود عليه. طب بكتب ايه في التوثيق ده؟ بكتب زي ما قلت لك بشرح البرنامج كله، بكتب مين اللي ساعدني في البرنامج او مين اللي عمل البرنامج، ممكن يكون برنامج اشترك فيه اكثر من واحد، بنكتب مين الناس دي
وكل واحد عمل ايه، عشان لو واحد مشي اقدر اعرف هو عمل ايه، ولو انا مش عارف اعمل اللي اعمله اتصل بيه التليفون بعد اذنك انت عملت كذا محتاجين مساعدتك فيه. بكتب الوقت اللي اتعمل فيه البرنامج ده تاريخه سنه كام، بكتب فيه التعديلات اللي تمت على البرنامج، المشاكل اللي واجهتني وانا بعمل البرنامج وعالجت المشاكل دي ازاي كمان. يبقى زي ما قلت لك كل كبيره وصغيره في البرنامج بكتبها في التوصيل. تمام كده يا شباب؟ الجزئيه دي واضحه للناس كلها؟ ها نرجع على الناس تاني، نوره وابراهيم علي واحمد وايه وسحر ومعاذ ويحيى ومحمد ومحمد هريدي وكرم وكل الناس اللي كاتبه دست بقى، وهند ورانيا ونجلاء واسماء مش عارف مكتوب ايه كده وفاتن ورحيق. ها صحيح ما ردش عليا غير هو اتنين تلاته، فين بقيه الناس؟ الصورة رفعت ايه؟ الناس شايفة الصورة اللي قدامها دي يا جماعة؟ الناس شايفة الصورة اللي قدامها؟ الشباب شايفة الصورة اللي قدامها دي؟ في صورة قدامنا كده. ده اللي احنا بنسميه تصميم. ده اللي احنا بنسميه تصميم. ده فعليا ده برنامج فعليا موجود فعلا وفي ناس بتستخدمه. تمام كده؟ لسه ما دخلناش على خط دفه خالص، احنا لسه ما عملناش أي حاجة. احنا بس بنفهم الناس الخمس خطوات بتوع حل اي برنامج. يبقى قبل ما اوصل لخطوه التصميم اللي انتم شايفينها دي عملت ايه؟ الاول حسيت مشكلتي، انا عايز برنامج ادخل فيه بيانات طلبه. عرفت الناتج وعرفت انا محتاج ايه؟ قمت عامل التصميم ده. سبت لك اماكن مدخل اسم الطالب والفرع بتاعه والرقم ومش عارف ايه، المهم عملت لك شكل تشتغل من خلاله. تمام كده؟ ده المقصود بكلمه تصميم. والشكل ده فيه شويه زراير هينفذوا الحاجات اللي انت عايزها في الاخر. تمام كده؟ وان شاء الله لما يبقى في شيء المره الجايه هنشوف التصميم بشكل احسن شويه. طيب ايه هي قصه قرارات التدفق دي؟ انا قلت لك من شويه ان في الخطوه بتاع كتابه خطوات الحل بكتب الخطوات وبرسم الخريطه. طب تعالى الاول كده مع بعض ناخد مثال. اكتب خطوات الحل لبرنامج جمع القانون. عايزين نعمل برنامج يجمع هو ازاي ولا ايه؟ انا كتبت السؤال. عايزين نعمل برنامج يا جماعه مين بيلعب؟ ما انا فتحته على صفحه ثانيه بس هو ده هو هي كاتب لي ليه الملل. طب خلينا في الصفحه اللي مفتوحه مش مشكله. خلينا في الصفحه اللي مفتوحه. اكتب اكتب. طب متشاف كده يا جماعه؟ انا كتبت على نفس اللوحه اللي موجوده اصلا. متشاف كده؟ طيب اكتب خطوات برنامج جمع رقمين. تعالوا كده مع بعض. انا مش هخش في الخريطه عشان لما هتفهم دي هتفهم الخريطه اسهل بسهوله. فعايزك بس تركز معايا في الحته دي. يبقى اول خطوه عندي مين؟ تحديد. يبقى هنقول كده اولا تحديد المشكله. طيب انا هكتب اول خطوه، هكتب تاني السؤال. اكتب خطوات برنامج لجمع القانون. ها شاف كده؟ طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. تعالى نخش في اول خطوه
ونقول اولا ايه مشكله، تحليل المشكله قلت بتجيب فيها الثلاث حاجات اللي انت عايز المشكله فيها. اول حاجه كنا قلنا اسمها ايه؟ المطلوب، تمام كده؟ عشان قلنا ايه؟ المطلوب. ركزوا بقى معايا شويه في ده، هنسميه عندنا المخرجات، هنسميه في الكمبيوتر ايه؟ المخرجات. المخرجات المطلوب هو عايز ايه في المساله؟ جمع رقمين، عايز جمع رقمين. معنى كلمة يعني الكمبيوتر هيرد، يعني دلوقتي لما تيجي على الفيسبوك وتكتب اليوزر نيم والباسورد الكمبيوتر هيرد عليك بايه؟ بالصفحة بتاعتك. لما تكون فاتح الآلة الحاسبة 5 زائد 6 الكمبيوتر هيرد عليك بايه؟ بالنقطة، هيرد عليا بيها. طب انا لما اعمل برنامج جمع رقمين الكمبيوتر هيرد عليا بايه؟ حاصل جمع الرقمين، صح كده؟ تمام، الناس صاحيه معايا؟ عايز الناس صاحيه كده معايا علشان ايه؟ ما احسش ان انا لوحدي. طيب هو احنا عارفين ايه هم الرقمين اللي هنجمعهم؟ عارفهم؟ طب ايه هم الرقمين يا معاذ؟ معاذ عارفهم، استنى ممكن يكون عارفهم واحنا مش عارفين. يا معاذ، ولا معاذ ولا معتز؟ طيب مش ايه دي؟ ايه دي؟ دي حروف مش ارقام. انت دلوقتي لما بتستخدم الآلة الحاسبة سواء بتاعت الموبايل أو بتاعت الكمبيوتر، هل اللي عمل الآلة الحاسبة بتاعت الموبايل الكمبيوتر كان عارف أنت هتجمع عليها إيه؟ أكيد ما كانش عارف. كذلك إحنا بنعمل برنامج يجمع رقمين، هو أنا بعمل البرنامج ده ليا ولا الواحد يعني الواحد يستخدمه؟ تمام، يبقى أنا مش عارف إيه الأرقام اللي هيحطها، فعشان ما اعرفش الارقام فبالتالي مش هبقى عارف الناتج. وطالما البيانات دي بالنسبه لي مجهوله فانا هحولها لرموز، فهقول حاصل جمع الرقمين دون مؤقتا سموه سي. تمام، يبقى المخرجات الكمبيوتر هيرد عليا بقيمه بالسي دون. دلوقتي هنفهمها كمان شويه. طيب ايه المعطيات؟ المعطيات دي بنسميها عندنا احنا مدخلات. طب نفهم الناس الاول يعني ايه معطيات قبل ما اقول رقمين. كلمة معطيات اللي هو انت هتدي للكمبيوتر ايه الاول عشان يرد عليك. بمعنى انت لما تيجي تفتح الفيسبوك بتفتح الموقع وتيجي مفتوح كده ينفجأ داخل على الاتاك، ما تحصلش. لازم انت الاول تدي الكمبيوتر حاجه عشان هو يرد عليك بايه؟ بحاجه. تمام، خد وهات. فالمدخلات الحاجه اللي انت هتديها للكمبيوتر، هتدخلها على الكمبيوتر. تمام، ايه الحاجه اللي انت بقى هتديها للكمبيوتر عشان يديك حاصل جمعها؟ اكيد هما مين؟ الرقمين. اكيد هما الرقمين. نرجع تاني بقى للآلة الحاسبة بتاعت الموبايل او الكمبيوتر، احنا كنا عارفين المستخدم هيدخل عليها رقمين؟ ما نعرفش. فهنقول له الرقم اللي هيجي لك الاولاني هنسميه ايه؟ والتاني هنسميه دي. تمام، يعني ايه برضه يا مستر؟ مش فاهم. كأني كده في الرياضة بقول لك حل المعادلة دي، 5 س + 5 س 5 س زائد ص بتساوي ع.
عشان مش عايز تيجي جنبها. 25 زائد صب بتساوي عين. انا هاجي بقول لك انا عايز قيمه عين دلوقتي. عايز قيمه عين. هترد انت عليا تقول لي ايه؟ عشان اجيب قيمه عين محتاج ايه؟ محتاج تديني قيمه السين وقيمه الصاد. نفس القصه اللي عملناها في المدخلات. انا الكمبيوتر هيرد عليا بالسي. عشان اجيب السي محتاج الاي والبي، فاجي انا اقول لك بفضل بقى ان الاي بخمسه والبي بسته، يبقى السي بكام؟ ب 11. تمام كده. انا بحط لك رموز عشان في اي وقت تقول ايه تشيل الرموز دي وتحط الرقمين. كده انا قلت لك بفرض ان الاي ب 4 والبي ب 5 يبقى السي هتبقى بكام؟ ب 9. طب كمان شويه الاي ب 1 والبي ب 2 تبقى السي 3. يبقى انا استخدمت رموز عشان لما المستخدم يحط ارقام اشيل انا الرمزين واحط له ايه؟ رقمين مطرح. تمام كده؟ اتفهم حتة الرموز دي؟ الخطوة رقم ثلاثة بقى والنقطة رقم ثلاثة بنسميها القانون في المسألة بتاعت المثلث، هنسميها احيانا عمليات. احيانا تلاقيها بتبقى المعالجة، صح برضه مش مشكلة. تمام؟ ايه العمليات دي؟ العمليات دي اللي انا بقول له بقى ان انا عشان اوصل للسي محتاج اجيب الايه واجمعه على مين؟ على البي. القانون اللي هستخدمه ازاي هتوصلني للسي؟ فاكرين الكيكه اللي كانت قايله ازاي اعمل الكيكه؟ هجيب الدقيق والسمنه والحاجات دي اخلطها ببعضها واحطها في الفرن. يبقى ايه القانون اللي هستخدمه هنا عشان اوصل للسي؟ الكيكه هجيب الاي واجمع عليها مين؟ البي. هجيب الدقيق واحط عليه السمنه. تمام كده؟ ركزوا في الدرس ما تركزوش في الكيك. تمام؟ الناس معايا؟ تمام. يبقى احنا كده وصلنا عملنا الخطوه الاولى، كل اللي احنا بنعمله ده الخطوه الاولى. طب تعال نخش على الخطوة الثانية اللي هي كتابة خطوات الحل الخوارزمية. كتابة خطوات الحل الايه الخوارزمية. أي خطوة في أي برنامج في الدنيا لازم أفتح البرنامج، صح كده؟ اي برنامج في الدنيا بيعمل ايه؟ لازم الاول افتحه. عايز اجمع رقمين على الاله الحاسبه، هعمل ايه؟ اروح افتح الاله الحاسبه، يبقى اول خطوه هقول له ايه؟ بداية. انا مش عارف هو ليه هنا ما بيك. ماشي. اول خطوه عندي هتبقى ايه؟ بداية. حلو؟ جميل. هيطلع لي الناتج الاول ولا اديله الرقمين الاول؟ اكيد هديله رقمين الاول، يعني فتحت الفيسبوك يديني الاكونت الاول ولا اديله انا اليوزر والباسورد الاول؟ اديله انا اليوزر نيم والباسورد الاول. يبقى الخطوه رقم اثنين اقول له ادخل القيم. مين القيم اللي هتخش؟ الايه والبي، ويكون ما بينهم فاصله. بصوا انتوا احتمال هتلاقوا الكلام معكوس شويه، يعني اتظبط ماشي، هتلاقوا الكلام معكوس شويه عشان الصفحه تقريبا العرض فيها مشكله. يبقى ايه؟ اول حاجه عندي مين؟ البدايه. اول ما افتح البرنامج، اول ما افتح الفيسبوك بتاعي، اول ما افتح الماسنجر بتاعي، ادي اليوزر نيم والباسورد. نفس القصه في البرنامج ده، اول ما افتحه عشان يجمع محتاج الاول اديله ايه؟ الرقم. طب اديت له رقمين. هقول الخطوة رقم ثلاثة اطبع الناتج. اطبع الناتج ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ناتج ايه؟ يعني انت هتجمع ولا هتطرح ولا هتضرب؟ ما انا لازم افهمه انا عايز ناتج ايه؟
تمام؟ انا بقول له اطبع الناتج، ناتج ايه اللي هيطبعه؟ مش هيطلع حاجه، يبقى لازم قبل ما اقول له اطبع الناتج اقول له انا عايز ناتج ايه اصلا؟ يبقى لازم الاول اقول له العمليات او المعالجه هي السي بتساوي ايه زائد بي. يبقى الخطوه الثالثه كانت مين؟ الاي بتساوي السي بتساوي الاي زائد بي. بعد كده اقول له بقى اطبع الناتج. طب مين الناتج ده؟ الناتج ده اللي هو السي. تمام؟ يعني ايه اطبع ناتج سي؟ شوف لي السي هتبقى واطبعه. مش احنا قلنا بندي موز علشان خاطر اعوض عنها بقى بعد كده؟ فتحنا البرنامج، انا قلت لك بفرض ان الاي بخمسه والاي باربعه. يبقى اي ايه في المساله هتعوض عنها بايه؟ بخمسه، واي دي في المساله هتعوض عنها بايه؟ باربعه. نزلت هنا لقيت في ايه؟ يبقى دي خمسه، ولقيت هنا دي يبقى دي اربعه، يبقى السي هتساوي تسعه. جيت قلت لك هنا اطبع الناتج سي، هتروح تطبع لي حرف سي؟ لا، انت هتطبع لي قيمه السي اللي هو الايه؟ التسعه. بعد كده خمسه خلاص في البرنامج بقى احنا جمعنا وخلصنا زي الفل. هات لي ايه؟ الناتج. تمام كده يا شباب؟ تعالوا ناخد مسألة تانية وبعد كده ننقل على الخرايط. هناخد مسألة تانية وبعد كده ننقل على ايه؟ على الخرايط. ماشي؟ عشان المسألة دي هتفيدنا في حاجة كده قدام، هتريحنا في شوية شغل كده. اكتب خطوات برنامج لحساب مساحة مستطيل. تمام كده؟ رأس السؤال ده لازم اطلع منه ثلاث حاجات، مخرجات ومدخلات وعمليات. مخرجات ومدخلات وعمليات، لازم اجيب منه الثلاث معادلة. تعريف المشكلة. عايزين رأس السؤال ده ايه؟ مخرجات مدخلات وعمليات. انا اللي هعمله دلوقتي ده هعمله للناس اللي ما بتطلع مدخلات ومخرجات وعمليات بسهولة. تمام كده؟ على جنب كده لينا احنا كده على جنب، ملهاش دعوه بحل المساله. مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ الطول في الارض. صح كده؟ ولا انا وحش في الرياضه؟ شاطر انا في الرياضه صح؟ تمام. احنا عندنا في الكمبيوتر مفيش ايه؟ مفيش عربي، فانا هحول القانون اللي بالعربي ده هحوله للانجليزي تحتيه كده على طول. ماشي؟ هقول له الايه كده عشان تبقى شايف انا عملت ايه. حوالي غلط بعد كده عشان تشوف. اهي تمام. انا خليت مساحه المستطيل زد والطول واي والعرض مين؟ اكس. ماشي كده؟ انا خليت مساحه المستطيل زد والطول واي والعرض مين؟ اكس.
بس انا طلعت مش شاطر في الانجليزي. هو في انجليزي بيتكتب من اليمين الشمال؟ ها؟ الناس شكلها كلها مش شاطره في الانجليزي زيي ولا ايه؟ في انجليزي بيتكتب من الشمال لليمين؟ من اليمين الشمال؟ لا طبعا. يبقى هضطر اعكس دي. هضطر اعمل ايه؟ اعكس دي. اقول له زد اي اكس في واي. خلاص؟ الناس مركزه معايا في الطريقه دي؟ هو العيل الشقي في الفصل، المستر بيعمل فيه ايه؟ العيل الشقي في الفصل المستر بيعمل فيه ايه؟ ما بيضربوش، بيطلعه بره ايه؟ الفصل، ما عندناش ضرب في المدارس. العيل الشقي المستر بيعمل فيه ايه؟ بيطلعه بره. خلاص؟ يبقى احنا عندنا الشمال ده الشمال شقي بيطلع بره. الشمال ماله؟ شقي اللي هو مين؟ الزبال شقي بيطلع بره. يبقى ايه؟ مخرجات مخرج. اليمين كويس يدخل جوه يبقى مين؟ مدخل. تمام كده؟ يبقى الشمال شقي بيطلع بره. واليمين كويس يدخل ايه؟ جوه. سهله دي؟ الشمال شقي بيعمل ايه؟ يطلع بره. حاضر، الشمال شقي شين وشين، تمام؟ يبقى اليمين هيعمل ايه؟ يدخل جوه. يبقى مخرجاتي في المسألة دي مين؟ خلاص بقى المفروض كده بقت سهلة، المساحة اللي هي عندي هنا زد. معلش لو الكلام العربي مع الانجليزي بيجي مقلوب، ماشي؟ يبقى المخرجات عندي هنا المساحه اللي هي مين؟ زد. ادخالات كده بقت الطول العرض اللي هو الاكس ومين؟ والواي. طب ايه العمليات؟ اهي انا كاتبها فوق اصلا. ما انا جبتها من هون. الزد هتساوي اكس في واي. خلاص كده؟ انا لو غيرت الرموز دلوقتي هيحصل لك مشاكل؟ يعني بدل الزد دي خليتها دي، فيها مشكله؟ فيها مشاكل؟ الرموز بيسلمنا بمجالنا. عايزك تعود نفسك كده، لو ما تقدرش رموز الامتحان حط انزل اللي على الايد على مزاجك. تمام؟ بما ان الرموز بتبقى بمزاجي وليها قواعد بس مش علينا دلوقتي، يعني اقنع على جنب دلوقتي. قال لي ممكن الرمز ده بدل ما هو حرف واحد ممكن يبقى حرفين جنب بعض، ممكن يبقى حرف ورقم، مفيش مشكلة. فأنا بدل ما هسميه حرف هكتبه كلمة. تمام؟ يبقى المساحة رمزها إيه؟ الكلمة دي اللي اسمها اريا. والطول إكس واي زي ما هو. طب اشمعنى الكلمة دي يا مستر؟ الكلمة دي بالإنجليزي يعني منطقة أو مساحة. فبما اني ممكن اخلي الرمز اكتر من حرف احط له كلمه ليها معنى. ما هي اكتر من حرف برضه، اكتب اسمك في الامتحان عشان اعرفه. طب حاجه غريبه. اكتب اسمك في الامتحان عارف ايه اللي هيحصل لي. طيب نروح لخطوات الحل. احمد صح معايا اهو. رقم واحد البداية. رقم اتنين. ها. طيب الخطوة التانية ادخل القيم. هي القيم ما تعرفش الواي. عايزك تركز في حاجة هنا عشان في دايما ولاد كده بيغلطوا فيها. نيجي في ادخال القيم يبقى يقول لي اكس في واي. تمام؟ يجي في ادخال القيم يبقى يقول لي ايه؟ اكس في واي. دي عملية ضرب. اكس في واي دي عملية ايه؟ ضرب. احنا في المدخلات او في الادخال بحط القيم كده فاضية من غير أي حاجة. تمام؟ يعني بقول له هات لي الاكس والواي وأنا هتصرف بعد كده.
تمام، هتصرف هتعمل ايه يعني؟ هاجي في الخطوه دي واضربه. حلو كده، تمام. نيجي بقى للجويتا اتخرجش، بس الناس شايفة الصورة. ايه اللي خرجش ده فوق؟ في سبب مجموعة من الأشكال القياسية زي ما انتم شايفين كده، تمام، اللي هي تمثيل تخطيطي يعتمد على الرسم القياسي. ايه بقى؟ سيبونا بقى الكلام اللي كلكع ده، التعريف ده كده كده هتحفظه. خلينا نبص التعريف ده لنفسنا كده. طب بيقول لي هي عبارة عن رسمة بنرسمها، تمام؟ رسمة برسمها عن طريق الرسمة دي، الخطوات اللي أنا كتبتها دي بتتبسط. يعني إيه؟ تعالى كده، أنا دلوقتي كاتب الخطوات دي بالعربي، اللي هي واحد صاحبي كده في أسبانيا أو في فرنسا قال لي ما تبعت لي خطوات البرنامج ده، قلت بعتها له بالعربي، هيفهم حاجة؟ إلا لو كان بيعرف، لو ما بيعرف عربي هيفهم، طبعا ما بيعرفش هيشوف الخطوات دي كده مش هيفهم حاجة. طب إيه الحل؟ قال إحنا المبرمجين بقى على العالم، قال إحنا نتفق على حاجة بحيث إن أي حد يشوفها يفهم البرنامج. فقاموا عاملين لنا خرائط تدفق دي، شوية رسومات كده، كل رسمة بتعبر عن حاجة. يعني إيه؟ يعني تعالى كده مثلا مش ده اللي بيحصل، بس ده مثلا، لو شفت الدايرة دي في أي خريطة يبقى أنا كده بقول لك اجمع اللي جواها. مثلا يبقى أي حد في الدنيا يشوف الدايرة هيقول هنا جوا الدايرة دي في إيه؟ في جامعة. هم قعدوا مع بعض واتفقوا، وعارف أي حتة في الدنيا هيشوف الدايرة يعرف إن جواها إيه؟ جامعة. فقال لك هي إيه؟ تمثيل تخطيطي يعتمد على الرسم بأشكال قياسية لتوضيح خطوات حل المشكلة. يعني هو شوية رسومات هنرسمها برسومات معينة بأشكال هندسية معينة ما بتتغيرش، عن طريقها بوضح ايه؟ خطوات حل المشكلة. في بعض الأحيان ممكن أستخدم رموز خاصة استثنائية، احنا صحيح ما عندناش في المنهج، بس لازم تبقى عارف ايه الحتة دي. يمكن عشان لو جاتلي في صح وغلط، يمكن استخدام رموز خاصة في حالات استثنائية صح. ماشي كده؟ كده في حته على جنب في الكتاب وممكن عينك ما تشوفهاش. عايزك تركز على الحاجات الصغيره دي. ايه اهميه الخريطه؟ بيقول لك تيسر فهم المشكله، توضح المبرمج يعمل ايه عشان يقدر يفهم العربي ده، هتفيدني افضل في شرح البرنامج بدل ما اقعد اشرح له بالعربي واترجم ووجع قلبي، لا انا ايه؟ اديهم الرسم على طول. وبتوفر توثيق افضل طبعا بالنسبه للموضوع، بالنسبه للمبرمجين في البرامج المعقده بالذات. ايه هي الاشكال دي بقى؟ احنا علينا خمس اشكال، هم اربعه فعليا وشكل الاسهم، مش مهم قوي الاسهم هتعرفها. خلينا اهم حاجه في الاربع اشكال دول ناخدك لشكل كده فرايت بورد جديده كده خالص. اول حاجه ده الحد الطرفي التيرمينال، وما اشوفش حد يكتب لي كلمه الشكل البيضاوي دي في الامتحان على فكره. خلاص لما نشد شويه كده مع بعض في المنهج هديك لينك امتحان تحله لي عشان اعرف الناس مستواها عامل ازاي. لو ما اشوفش حد في الامتحان يكتب لي كلمه الشكل البيضاوي دي خالص. الشكل ده عندنا في الكمبيوتر اسمه ايه؟ الحد الطرفي تريمينال. تمام، الحد الطرفي تريمينال، مش مهم تنطقها، المهم تكتبها. الشكل ده بستخدمه في بدايه الخريطه، بستخدمه في بدايه الخريطه، بستخدمه كمان في نهايه الخريطه. طب افرق ازاي يا مستر؟ قال لي في البدايه
اكتب لي جواه كلمه ستارت. طب في النهايه قال لي اكتب لي جواه كلمه اند او ستوب. الشكل عندنا ليه اسم، الشكل عندنا ليه اسم، اسمه الحاد الطرف تريمان. لو قال لي الشكل ارسمه، لو قال لي شكل نقط يستخدم في مثلا بدايه الخريطه ارسمه، وانا بفضل ارسمه واكتبه، مش هتخسر حاجه. ماشي، مش هتخسر بقى كلمه هتكتبها، ما احنا ما عندناش شكل اكتر من كلمه. طيب يبقى الحد الطرفي ايه؟ ترمينال ده بيستخدم في بدايه الخريطه وايه؟ وفي نهايتها. ملحوظتين سريعه كده على الشكل ده. في بدايه الخريطه رسم واحد بس. ده معناها ان الخريطه ملهاش الا بدايه واحده. في نهايه الخريطه يخش له سهم واحد بس. ده معناها ان الخريطه ملهاش الا نهايه واحده. تاني، في بدايه الخريطه يخش له سهم، في نهايه الخريطه يخرج منه سهم واحد بس. الكلام ده هحتاجه ويبس قوي. طيب لو عايز يبقى عندك مدخلات او مخرجات، مدخلات او مخرجات بستخدم شكل واحد متوازي الاضلاع. انا هقول لك اسمه بالرياضه علشان لو الشكل رسم وحش تبقى عارفه، اللي هو متوازي الاضلاع. ده اسمه عندي، اسمه عندي انبوت اسمه عندي في الكمبيوتر المدخلات والمخرجات، ما اسمهش متوازي اضلاع. ماشي، اسمه ايه؟ انبوت اوتبوت، مدخلات ومخرجات. بستخدمه لو حبيت افهم المبرمج ان هنا هيخرج او هنا هيخرج قيم من البرنامج. طب هفرق ازاي؟ قال لي لو قصدك مدخلات اكتب لي كلمه من دول، انبوت ريد انتر جيت. يبقى لو قصدك تفهم ان اشوف الخريطه انك هتاخد قيم اكتب له كلمه من دول. طب هيخرج قيم اكتب له كلمه من دول. الناس تايهه ولا الناس معايا؟ نورة واحمد وايه وجاست وجاست وكريم وكرم واسماء ومحمد وهند ومعاذ وسحر ورحيق وابراهيم. الناس معايا؟ ماشي. الشكل المستطيل ده تمام كده استخدم في عمليات الجمع والعمليات عموما. بيتحط جواه عمليات الجمع او الطرح او الضرب او القسم. بيتحط جواه ايه؟ الجمع او الطرح او الضرب او القسم او المساواه الرقميه. يعني ايه لسه المساواه دي؟ قصدك بيها ايه؟ تعالى كده معايا، ركز كده معايا. ايه بتساوي 5؟ يبقى الايه بكام؟ ايه بتساوي 5؟ يبقى الايه بكام؟ حلو قوي. طب تعالى بقى هنا، خد بالك بقى كده، هي الايه بتساوي 5؟ الايه بقى بكام؟ ماشي، الايه نغير الرمز. هي البي بتساوي 5؟ البي بقى بكام؟ انا بقول لك الاي بتساوي 5، تبقى الاي بكام؟ بقول لك الاي بتساوي 5، يبقى الاي بكام؟ مفهومه اهي. الاي بتساوي 5، يبقى الاي بكام؟ ب 5. حلو كده؟ نيجي للـ
دي بقى بقول لك هي البي بتساوي 5 صعبه البي قوي كده. هو ده قصدي من اللي انا عملته. انت مش عارف اصلا البي بكام وانا بسالك هي البي بتساوي 5 فانت مش عارفها عشان كده مش عارف تجاوب. لو انت قصدك تسال ما تتحطش جوه بروسيس. لو انت قصدك تسال زي ما انا سالتك من شويه كده هو البي بتساوي 5 ما تروحش تحطها جوه بروسيس. انما لو قصدك تقول لي ان الاي بتساوي 5 تحطها جوه ايه؟ بس. وصلت الحته دي؟ كده لو انت قصدك تقول ان ده بيساوي ده في بروسيس كده. انما لو قصدك تسالني اهو ده سؤال اهو علامه استفهام. لو قصدك لو عايز تسالني البي بتساوي 5 تحطها لي جوه شكل تاني هناخده دلوقتي. خلاص كده؟ يبقى البروسيس جمع طرح اسم ضرب او المساواه عدديه. طب لو عايز بقى تقارن هي طبعا هي اسمها القرار بس عشان اغلب استخدامها في المنهج معانا مع عمليات المقارنه. طب اقول لك انا دلوقتي لو عايز تاخد قرار هتستخدم المعين بتسميه ديسيجن قرار. ماشي كده؟ بتسميه ايه؟ ديسيجن او القرار. طيب تعالى ناخد ملحوظات على القرار. تعالى اول ناخد الملحوظات بتاعت الانبوت والاوتبوت. دي بيخش لها سهل يخرج منها سهل. وانا قاصد اعمل لك الشكل ده عشان اخبطك. انا قلت لك يخش سهل ويخرج سهل. انت عندك كام ضلر؟ 4. ضلع منهم يخش سهل والضلع التاني يخرج منه سهل. من قبل ولا ايه؟ مش مشكله عندنا. والله دخلت السهم من هنا خرجت من هنا ماشي. دخلت السهم من هنا خرجت من هنا ماشي. دخلت السهم كده خرج كده ماشي كله ينفع. المهم عندي ان اتدخل سهم يطلع من ناحيه ثانيه. البروسيس نفس القصه يخش سهم يخرج من اي ناحيه. ويخش من اي ناحيه ويخرج من اي ناحيه. المهم عندك 4 اضلاع خلي منهم سهمين تخلي منهم سهم وتخرج لي سهم واحد. اخر شكل اللي هو القرار ده بقى غلس شويه. مش غلس يعني ايه؟ انا هقول لك كده اعتبره. انا كده لما احب اسهله عشان في مدرسه اولاد وهم ليهم في الحاجات دي كتير اعتبره زي الايه؟ الطياره. ليديل جناحين. يبقى القرار ده طياره ليها ديل وليها كام جناح؟ جناحين. ماشي كده؟ يبقى المعين هو الوحيد اللي يخش له سهم يخرج منه اثنين او اكتر. طبعا احنا في منهجنا بناخد اثنين بس. بس برضه عشان سؤال صح وغلط. رمز القرار يخرج منه خطان على الاكثر؟ لا ممكن يخرج منه ثلاثة. هي مش عليه بس ممكن يخرج منه ايه؟ ثلاثة. انما يخش له كام سهم؟ سهم واحد بس. مشكلة كده؟ في مشكلة كده؟ الأسهم وده اللي بيحدد لي اتجاه الخريطة. سؤال صح وغلط كتير قوي بيلخبطنا ويا مستر كل ما اشوف السؤال بغلط فيه. يجي يقول لي اتجاه الخريطه او تدفق الخطوات في الخريطه او اتجاه العمليات في الخريطه من اعلى لاسفل او من يسار ليمين. يعني انا لو رسمت خريطه كده اهي اهو الخريطه دي ماشيه منين؟ اعلى لايه؟ لاسفل.
خريطة ممكن تترسم من الشمال يمين؟ اه ممكن ترسم من الشمال يمين. معلش الرسمة وحشة شوية. يبقى الخريطة ممكن ترسم من الأعلى لأسفل أو من اليسار لليمين، الكلام ده صح؟ اه صح. طب فين اللخبطة اللي في السؤال ده؟ يجي يقول لي خطوط الاتجاه دائما من أعلى لأسفل أو من يسار لليمين. إيه المشكلة في حفظ خطوط الاتجاه دي؟ إن خط الاتجاه بيمشي في كل الاتجاهات. تمام؟ إيه الحل في حالة لو قال الطبيعي؟ مش فاهم سؤالك. ممكن هديك مثال صغير كده حلو تفهم بيه، هديك مثالين مش مثال واحد. احنا عندنا نهر النيل بيبدا منين؟ من الصعيد ويروح لفين؟ لاسكندريه وراس البر. حلو كده؟ مش في عندنا فرع في النيل داخل في بلد، وفرع تاني داخل في حته تانيه، وفرع مش عارف راح فين، وفرع جاي منين؟ صح كده؟ في الاخر انا لو سالتك دلوقتي نهر النيل بيبدا منين وينتهي فين؟ هتقول لي بيبدا من الصعيد وينتهي فين؟ في اسكندريه. صح كده؟ يعني اسوان اسكندريه ماشي. طب بالنسبه للفروع دي، دي فروع يا مستر بقى يعني خارجه كده لوحدها. تعالى ناخد مثال تاني. لو انا عندي عماره كده اهي، عندي عماره حلوه اهي، تمام؟ العمارة فيها شقتين، كل بيت فيه ايه؟ شقتين. خلاص؟ وقلنا جايبين ماسورة مية. الماسورة دي جاية منين؟ من العمارة من تحت راح لإيه؟ لآخر العمارة فوق. طب مش العمارة دي طالع منها الماسورة دي طالع منها ماسورة لكل شقة؟ صح؟ لو جيت قلت لك دلوقتي المية ماشية في العمارة ازاي؟ هتقول لي ايه؟ من فوق لتحت. طب بالنسبة للمواسير اللي جاية شمال ويمين دي عبارة عن ايه؟ اه في مواسير رايحة شمال ويمين، انما المية عموما ماشية من فين؟ من تحت رايحة فين؟ رايحة فوق. صحيح بتخش يمين وشمال، بس عموما مشيت ازاي؟ كانت الميه تحت في اول دور ومشيت راحت لايه؟ لاخر دور. اتفهم كده الحته دي؟ يبقى لما يجي يقول لي اتجاه الخريطه، تدفق الخطوات في الخريطه، الاتجاه الطبيعي للخريطه من اعلى لاسفل او من يسار لليمين، صح. اول ما يقول لي خطوط الاتجاه اقف بقى كده واعرف سؤال كويس. لان خطوط الاتجاه زي ما انت شايف كده، المواسير في مواسير رايحه شمال ويمين اهي. يبقى خطوط الاتجاه تمشي شمال ويمين وفوق وتحت وتتشقلب في الخريطه. انما لو قال لي التدفق الطبيعي للخطوات، اتجاه الخطوات، اتجاه الخريطه، الاتجاه الطبيعي للخريطه، اتجاه البيانات كله من اعلى لاسفل يسار يمين. اول ما يجيب لي بس كلمه خطوط الاتجاه اقف واقول له لا غلط، خطوط الاتجاه بتمشي باي اتجاه. ماشي كده يا شباب؟ واظن المثال بتاع المواسير ده حلو قوي ووضحنا الحته دي. خلاص؟ هتلاقي بقى هنا في الورق ده، هديهولك عشان تحفظ منه، شاهد انا شرحت كل اللي فيه دوت. تمام؟ شاهد بقى حاجات يقول لك لازم الخريطه تكون نظيفه وتكون سهله، دي حاجات بقى ايه عاديه تتحفظ يعني. وفي شوية حاجات تحت كده لسه ما شرحتهاش هتشرح في وقتها. تعالى بقى نرجع كده لأول الحصة. إيه أول الحصة دي؟ خطوات الحل. أظن كده نعرف نرسم بسهولة. صح؟ أظن كده نعرف نرسم إيه؟ بسهولة. عرفت ليه؟ خلينا نكتب الخطوات الأول. أول خطوة ده إيه؟ البداية، خدنا رسمتها من شوية، الحد الطرفي، الحد الطرفي، تريمينال، اتنين، إن
الناس شايفه الرسمه ولا ايه؟ شايفاني انا برسم ولا؟ تمام. الخطوه رقم 2، انا طبعا انا بقول الرسمه عشان انت لسه ما حفظتهاش. الخطوه رقم 2 متوازي الاضلاع اللي هو اسمه ايه؟ الانبوت اوتبوت. بعد كده رقم 3 لقيت كلمه ايه؟ عمليات، ولقيت جمع. يبقى المستطيل اللي هو اسمه بروسيس. الخطوة رقم 4 قلة طباعة، يبقى مخرجات، أروح أجيب الشكل الإيه المتوازي. الخطوة رقم 5 لقيتها نهاية، يبقى قفل الخريطة، يبقى أجيب الشكل الإيه البيضاوي، وأقوم كاتب جواه كلمتين أهو. في البداية ستارت، جوه الخريطة سؤالك قصدك دي جوه الخريطة؟ ما هو اسمه مدخلات ومخرجات، انبوت اوت بوت، هو اسمه كده بالعربي، كتبتها عادي مفيش مشكلة. يعني لو قلت لي الشكل البيضاوي دون الحد الطرفي، هو مش اسمه كده، اسمه كده. بس حاول تحفظ الانجليزي لسبب، دايما لما بيجيبها في تشويز، لما بيجيب في الاختيارات ما بيجيبلكش الاسم العربي. لو لاحظت، لو حد جاب كتاب خارجي وشاف اسئله السنين اللي فاتت، هتلاقيه دايما في الاختيارات بالذات يجيب لك الحاجات بالانجليزي. فاعرف شكلها حتى على الاقل، يعني لو مش عارف تكتبها. واحنا بنصحح يا اولاد، عامه مش بندقق قوي على السبيلنج. يعني لو كتبت مثلا تيرمينال شبكه كده تي ار ام ال ام، يعني ايه يعني حاجه كده تجيب زبالك صح. احنا مش مدرسين انجليزي، احنا ايه عايزين ايه يعني حاجه تجيب المعنى. نيجي جوه ايه المدخلات، هقول له انبوت الايه، كنا الايه والايه فاصله البي. بعد كده المعالجه بتتكتب على طول، السي بتساوي ايه زائد بي. بعد كده هكتب هنا برنت، ممكن اكتبها اوتبوت، كل واحد بقى حافظ برنت السي. وفي الاخر بكتب يا ستوب يا اند، انا هكتب اند عشان سهله، ثلاث حروف. تمام كده؟ تمام كده، الموضوع سهل معانا؟ هسيب لك انت بقى ترسم مساحه المستطيل عشان الساعه بقت 11:10 وكلنا عندنا مدارس الصبح، عشان الناس الحقيقية تنام وتروح المدارس الصبح. تمام؟ حد عنده سؤال في اللي اتقال النهارده؟ حد عنده سؤال في اللي اتقال النهارده؟ طب تمام، مفيش أسئلة. الماتيريال ده انا هظبطه وابعته، او يعني هظبطه وابعته للدعم الفني، يحطونا على الافن معاك يا معاذ. تمام، ستارت انبوت اكس واي. بص يا شباب، عشان تلحقوا تحملوه على ما نيجي نوصل له، الرابط اللي بعته ده هتلاقوا عليه كذا فيرجن من الفيجوال بيزك. تمام، نزل لي اللي هو المكتوب عليه في دي 2008 اكسبريس، ماشي كده؟ هتلاقوه خمس رابط ب 200 ميجا. لا مفيش مشكلة. تمام، الماتيريال هنلحقه على الافنت، والرابط ده برضه هحطه على الافنت علشان اللي ما يجيبوش من هنا. وده الاكونت الخاص بيا، عشان اللي عايز يسلف اي وقت ومش عارف يجي لي راسلني. ومعلش ما تزعلش لو اتاخرت عليك في الرد شويه، لان انا احيانا بكون مشغول وبشوف الرسائل دفعه واحده. ماشي كده، لو حد عنده سؤال في وسط الاسبوع ولا حاجه على الجاي يبقى ابعت لي عليه.
طيب كمان الافين هحط شويه اسئله كده يا ريت نحلها، يعني هبعت لكم كده كام سؤال يا ريت نحلهم علشان نشوف الناس يعني متابعه معايا بتذاكر ولا لا. وتسجل الامتحان بعد محاضرتين او ثلاثه يبقى في امتحان. يعني ايه رمز البرمجه؟ مش فاهم يعني ايه رمز البرمجه ده. تمام بص يا معلم، هو انت هتاخد الكلام ده في الترم الجاي. الكود البرمجي. الو السلام عليكم، سمعت ولا ايه؟ النت عندي هو اللي تقيل بيبقى الخف. طيب كان في حد سأل على معاذ، كان بيسأل عن الجملة البرمجية، قلنا هناخدها في الترم الثاني فما تستعجلش. بص حاول البرمجة أو مجال الكمبيوتر بالذات ما تحبش تستعجل معاه، وخد الحل خطوة خطوة. رمز القرار يطلع منه سهمين خط ولا ايه؟ لا بيطلع منه سهمين او اكتر، وهجيب لكم المره الجايه عشان الحاجه دي انا عارف بتعمل قلق معاكم. هجيب لكم المره الجايه الجزء اللي بيتكلم في الموضوع ده من كتاب المدرسه نفسه. تمام كده؟ تمام. طب احنا كده خلصنا. ادعني بقى اشوف بالنسبه للغرفه او بالنسبه للشباب هنا لو محتاجين حاجه. انا بعت لكم لينكات، انا يعني كتبت هنا اللينكات. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم خيرا. بعت لكم اللينكات بتاعت الفيجوال بيزك، وهحاول ارفع لكم حاجه اخف كمان من الفيديو عشان الناس اللي انت عندها بطيء. المثال ده هبعت للدعم الفني وهنحط على الايفنت بتاع الكورس. ماشي كده. والخاص بتاعي معاكم في اي وقت عايزينه ابعتوني، بس لما اشوف الرساله هرد عليه. تمام. جزاكم الله خيرا وفي التوصيل مع